إلى ماذا ترمز النجمة السداسية؟ للنجمة السداسية شكل هندسي جميل، نقشها المسلمون الأوائل على جدران حواضرهم بكل فخر، لكنها تحولت لرمز ديني وقومي لإسرائيل. أصل النجمة ومعناها. ظهرت النجمة السداسية قبل الإسلام في مصر القديمة والديانتين الهندوسية والزرادشتية. ترمز النجمة إلى العلاقة الوثيقة بين السماء والأرض عن طريق تداخل مثلثين. المثلث المتجه للأعلى وقاعدته للأسفل يمثل الأرض، والمثلث المتجه للأسفل وقاعدته للأعلى يمثل السماء. النجمة السداسية والعهد القديم. حسب الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام الدراسات الأثرية بسيناء، لا يوجد ذكر للنجمة السداسية في تاريخ اليهود، ولا ذكر لها في التوراة ولا في التلمود، ولا توجد إشارة إلى استخدامها في زمن النبي داود أو النبي سليمان في عام 935 قبل الميلاد. كيف ارتبطت النجمة باليهودية ومتى؟ في براغ عام 1648 كانت هناك مجموعات عرقية تدافع عن نفسها ضد هجمات الجيش السويدي، ومن ضمنهم مجموعة من اليهود. فاقترح امبراطور النمسا فرديناند الثالث أن تحمل كل مجموعة راية تمثلها، فابتكر أحد القساوسة رمزا متخذا أول حرف من داود، مرة كتبه القس بصورة صحيحة ومرة أخرى مقلوبة، ثم أدخل الحرفين ببعضهما فخرج شكل نجمي تم ربطه خطأ بنجمة داود. أعجبت الفكرة الجالية اليهودية، وبدأ استخدام الرمز من قبل الحركة الصهيونية منذ عام 1881 ليصبح الرمز شعارا للدولة الصهيونية فيما بعد، متوسطا علمها وممثلا بتداخله العلاقة بين الله وشعبه المختار. النجمة السداسية والعمارة الإسلامية. آثار النجمة السداسية موجودة في دمشق وبغداد والقاهرة واسطنبول. أول مئذنة حملت النجمة السداسية هي مئذنة العروس الواقعة في منتصف الحائط الشمالي للجامع الأموي في دمشق، والطراز ذاته موجود في الأندلس وشمال إفريقيا،